أما الآن مشاهدينا الكرام، ننتقل بكم مباشرة إلى بيان إعلان تشكيل الحرس الوطني الليبي ضد تنظيم الدولة الإرهابي في مدينة سرت، وانطلاقا من شعورنا بالمسؤولية العظمى الملقاة على كاهلنا تجاه وطننا وأمنه وسلامته، وشعورا منا بالخطر المحدق المتمثل في تنظيم الدولة الإرهابي وانتشاره في بعض ربوع الوطن والذي لا زال يهدد أمن الوطن والمواطن، فإننا من العاصمة الليبية طرابلس نعلن تأسيس الحرس الوطني الليبي، ونعاهد الله ثم أبناء شعبنا الكريم بأننا نسعى لبناء مؤسسة وطنية بعيدة عن التجاذبات السياسية والحزبية والجهوية والقبلية، وسنسعى جادين لتحقيق الأهداف التالية: أولاً، الاستمرار في متابعة تنظيم الدولة الإرهابي ورصد تحركاته والقضاء عليه في كافة مدن ومناطق ليبيا. ثانياً، التصدي لكافة الممارسات الإجرامية والإرهابية التي تمس أمن الوطن والمواطن وسلامته وراحته. تقديم كافة أنواع الدعم والمساندة والحماية لمؤسسات الدولة ومقارها وحمايتها من الانقلابات والأعمال الإرهابية التي تقوم بها بعملها بعيدا عن التهديد حتى تقوم بعملها بعيدا عن التهديد والابتزاز التي تمارسه بعض الميليشيات الخارجة عن القانون. رابعا، المساهمة في حماية المنافذ البرية والبحرية والجوية والمنشآت الحيوية والاستراتيجية الهامة. تقديم كافة الدعم من أجل الاستقرار والأمن داخل وربوع الوطن، والتعاون مع الداخلية وكافة المؤسسات الأمنية لتحقيق أهدافها. سادسا، تقديم كافة الدعم والمساندة لبناء جيش الليبي على أسس مهنية بعيدا عن التجاذبات السياسية. الحد من مظاهر انتشار فوضى السلاح والهجرة غير الشرعية، والتي من شأنها أن تشكل تهديداً لأمن واستقرار الوطن والدول المجاورة لنا. ثامناً، حماية سفارات الدول والبعثات الدبلوماسية وتوفير الأمن لرعاياها داخل الوطن. وإننا في الحرس الوطني الليبي ندعو كافة الليبيين دون إقصاء للتعاون معنا من أجل تحقيق أهدافنا السامية، كما أننا نفتح جميع مقراتنا لمن يرى في نفسه الكفاءة للتسجيل والانضمام للحرس الوطني الليبي. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.